السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة منعطفا جديدا في تاريخ البلاد، مع فوز حزب العمال بأغلبية المقاعد في مجلس العموم، ما يشكل نهاية حكم المحافظين الذين كانوا في السلطة على مدى 14 عاما. هذه الانتخابات تطيح بزعيم حزب المحافظين ريشي سوناك الذي وضع ملف الهجرة أولوية ضمن برنامجه، وانتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة في غاية التشدد تجاه المهاجرين، وأطلق وعودا بإيقاف الهجرة مدافعا عن خطة رواندا المثيرة للجدل التي تقضي بترحيل جميع الوافدين إلى الدولة الواقعة شرق إفريقيا. أظهرت النتائج الأولية فوز زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر في دائرة الانتخابية في لندن، ليصبح بذلك رئيس وزراء بريطانيا. تعليقا على هذه النتائج، قال ستارمر إن البلاد صوتت لصالح التغيير وإن الوقت حان لأن يفي حزبه بوعده، وأضاف: قال الناس كلمتهم هنا وفي جميع أنحاء البلاد الليلة وهم مستعدون للتغيير، التغيير يبدأ هنا. ستارمر تعهد سابقا بالتخلي عن مخطط رواندا في حال فوز حزبه في الانتخابات، ما يعطي بعض الأمل للمهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بعد عبور بحر المانش بالحصول على حق اللجوء وبدء حياة مستقرة في المملكة المتحدة. إذن مشاهدينا الكرام، فوز حزب العمال في بريطانيا، والحقيقة السؤال البارز: ماذا ينتظر ملف فلسطين والمهاجرين؟ أرحب بضيفي ينضم إلينا عبر سكايب دكتور حميد الشجني، الأكاديمي والباحث في الشؤون العربية والدولية. دكتور حميد، تحية لكم. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا بك دكتور حميد. في البداية، في أي إطار ترى فوز حزب العمال في بريطانيا بعد 14 عاما من عدم تمكنه من الفوز بهذه الطريقة؟ الانتخابات والنتائج لم تكن مفاجئة ولم تكن يعني بعيدة عن الواقع. نعم، المجتمع البريطاني لم يكن يعني مستعد لأن يرأسه رئيس وزراء هندي الأصل، وهذه حقيقة مثلت في الانتخابات، حيث أن سوناك لم يكن منتخب أولا، وكان يعني وصل إلى سدة الحكم عن طريق التوافق بين أعضاء حزب المحافظين، وكحلول وسطى لأن الحزب أخفق 3 مرات في 3 استقالات متتالية بعد الانتخابات العامة. فسوناك لم يكن رئيس وزراء منتخب، وإنما رئيس توافقي لم يكن يعني شرعيا بكل ما تعني الكلمة، حيث التوافق في حينه كان المفروض أن يعلن الانتخابات في حينها وترجع فئة من يفوز بالانتخابات. سوناك أعلن عن الانتخابات في 4 يوليو، وهو يعرف أنه سيخسر الانتخابات. الشارع لم يعد يعني يضيق المحافظين، لم يعد يضيق الوعود التي أطلقها بالنسبة للمشاكل الاقتصادية وحلولها، لم يعد يعني يضيق أن المحافظون يصوتون للمذابح التي تحدث في غزة وجهارا ونهارا. لم يستطيع الشارع أن يتحمل مثل هؤلاء، وكانت النتائج كما هو متوقع بفوز العمال، لأنه إلى الآن لا يوجد يعني بديل ثالث، البدائل الثالثة لا زالت ضعيفة جدا. وهنا الأنس يعني لا نريد أن نهمش يعني من فوز حزب العمال، فكثير من الأصوات التي جناها هو أولئك الشجعان الذين كانت لهم مواقف أيضا مشرفة يعني في أحداث غزة، ووقفوا في البرلمان وتحدثوا عن المفروض إيجاد صيغة حلول، وأولئك الذين كانوا يعطون الصلاحية للكيان الصهيوني باستمرار المذابح من المحافظين فقدوا مقاعدهم في أماكن لم يكن بالحسبان أن يفقدوها. يعني هم مستولين على هذه المقاعد منذ أن بدأ الحزب المحافظين العمل في بريطانيا، فكانت يعني صدمة قاسية جدا جدا. ولكن نرى أن الميديا أو الصحافة البريطانية لا تركز كثيرا على ذلك، وإنما تريد أن تجعل أن رئيس الوزراء الجديد هو صاحب يعني المشروع وهو صاحب الفكرة، وهذا ليس بصحيح. كثير
من المنتخبين من الأقليات، يعني هم لا يؤيدونه في السياسة التي ينتهجها تجاه فلسطين ودعم الكيان الصهيوني. ونجد أنه تراجع في فترة من الفترات عن تصريحات كانت يعني سيئة جدا جدا، والحزب العمار بشكل عام عندما قال أن الكيان الصهيوني لديه الحق في قطع الماء والكهرباء ثم عاد وكذب وقال أنا لم أقول ذلك ولم يعني أبرر ذلك وما إلى ذلك. ولكن الآن النتائج ظهرت، هناك الكثير من المستقلين، يعني العدد قليل من المستقلين وليس الكثير، الذين تحدوا يعني رئيس الوزراء الحالي عندما أعلنوا نفسهم كمستقلين كرئيس الحزب السابق الذي يعني ظهر كمرشح مستقل وكان له أصوات يعني نتائج كبيرة جدا جدا. هناك العديد من الأسيويين، هناك الكثير من العرب الذين دخلوا البرلمان لأول مرة، وهؤلاء دخلوا نتيجة أن الناخب البريطاني لم يعد لديه ثقة في حزب المحافظين وما نتج عنه من كارثة اقتصادية ودولية وما إلى ذلك. نعم، ذكرت بأن ربما العدوان على قطاع غزة حاضر في هذه الانتخابات، لكن هل هو جزء كبير ضمن آراء الشعب البريطاني اليوم؟ أم أنه شيء هامشي بالنسبة لهم، وخاصة أن هناك مشاكل اقتصادية ومشاكل داخلية أكبر من ذلك بالنسبة لهم على المستوى الفردي والمستوى المجتمع؟ أعتقد أن الملف قطاع غزة بالذات حاضر حضورا كبير جدا جدا، رغم عملية التعتيم الإعلامي ورغم عملية الانحياز الإعلامي الذي يصور أن القضية هي المحافظين مقابل العمال، ويتجاهل أن المحافظين خسروا في دوائر كان الناخبون فيها يطالبوهم بتغيير وجهة نظرهم في البرلمان والتصويت لصالح يعني وقف الحرب في غزة، وحرب غزة حاضرة يعني بشكل واضح وصريح. هل سيتعظ رئيس الحكومة الجديد بما حدث في السابق؟ أنا أعتقد أنه سيحاول الآن جاهدا أن يكسب رضا الأقليات التي دخلت البرلمان، وهذه دخلت عن طريق حزب العمال، سيحاول أن يعدل في سياسته وفي نغمته، رغم أننا نعرف أنه أتى من منظور أسري عندما كان يدافع عن الكيان الصهيوني، وفضحه في ذلك سوناك عندما قال أنه لن يمارس عمله بعد مغرب يوم الجمعة، حيث أن زوجته ستخلد إلى يوم السبت، يعني تماما العبادات الطقوس الدينية لدى زوجته، وأثرت على سوناك هذه التصريحات بشكل سلبي، ولكن هي جزء من الواقع والحقيقة. هل سيظل يعني المنتخب الجديد بنفس الكيفية التي كانت عليها؟ أنا لا أعتقد، لأنه الوجود في السلطة غير التحدث بعيد عن السلطة، هناك ملفات ساخنة وهناك يعني المعارضين، وقد يكون انفصال في حزب العمال نفسه وعملية يعني أن يكون هناك ناس يمكن أن يتحدوا في لاحقا وما إلى ذلك، وهو يخشى ذلك، سيحاول أن يلف جميع الملفات. بكل تأكيد أن الملف الاقتصادي هو مهم جدا جدا، والملف الاقتصادي للأسف أنه اشترك فيه الجميع سواء العمال أو المحافظين أو غيرهم، لأنه الخروج من أوروبا كان هو يعني الحصى التي قسمت ظهر البعير، يعني الكل كان يؤيد المحافظين في الخروج من أوروبا إلى أن وقعت الكارثة. الآن معظم القضايا الاقتصادية العالقة والمشاكل الكبيرة هي نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولا يريد أي منهما أن يصرح بذلك لأنهم لم يعترضوا، حزب العمال في حينه لم يأخذ الجانب المضاد ويعارض الخروج بل أيد الخروج حتى حدثت الكارثة، والآن الكل يحاول يعني أن يبررها عن طريق المشاكل من كورونا وعن طريق المشاكل من أوكرانيا وما إلى ذلك، وهي بالنسبة لبريطانيا ليست يعني الركيزة الأساسية للمشاكل، أي كورونا وأوكرانيا بقدر ما هي الخروج من الاتحاد الأوروبي. هل سيكون هناك الآن مجال للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، مجال أفضل، عملية تنسيق أفضل؟ هذا هو ما ينتظره الناخب البريطاني الذي وعى الدرس متأخرا للأسف.